يعني انا النهارده عشان اعمل مشهد زي كده لازم احط في حساباتي ايه؟ لازم احط في حساباتي ان الشخص اللي بكلم بيه، بس ما ينفعش تستهيف الشخصيه عشان انت بتكرهها او عشان انت واخد موقف. ده كلام فارغ، ما ينفعش. ليه؟ لانه الشخص ده زي ما قلنا عنده حاجه، عنده شيء، كان في منظمات الشباب الناصريه، كان في تماس مع حركه اليسار اللي وقتها ثوري، يعني بيدور على حاجه اهو، ثم راح مع الاخوان في الوقت اللي هم كانوا فيه مسجونين، يعني ينفع يتصور ان هم كانوا، ينفع هو يتصور مش انا، انه كانوا مظلومين او انه الانظمه العربيه. طيب الانظمه العربيه في وقتها كانت انظمه مأزومه فعلا، يعني الاخوان وغيرهم طلعوا كمحاوله للاجابه على هنعمل ايه، راحوا في سكه غلط ماشي، بس ده الراجل ده يحط ايده على في موضوع البيزنس ينجح، يحط ايده في موضوع المنظمات يعمل شغل جامد، يعني حد ما ينفعش انت تروح، لازم تحط التقل ده وراك عشان تعرف تشيل الحموله وتخش بيها. صح، اللي بدأ بأي بداية تانية في الحتة دي انا رأيي مش هتوصله. بس انا بدي اقول شغلة مهمة انت ذكرتها يعني بسرعة، بس لازم نركز عليها، لانه هدف بيت للكل هو يعني توعية الشباب ووعيهم الاساس. الارهاب يتغذى على الجهل ويتغذى على الافق الضيق. اليوم شبابنا وعلى الظلم الاجتماعي. طبعا، ما هو الظلم الاجتماعي احيانا يخلف نوع من طبعًا. قله الوعي، لانه بخلي الانسان في افق ضيق ما بيطلع للخارج. اليوم شبابنا اهم نقطه ممكن يعملوها بحق حالهم هم انهم يزيدوا من وعيهم، يزيدوا من عملهم، ويتفاعلوا مع مجتمعاتهم. احنا ابدا عمرنا ما كنا ضد حدا.